بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، استقبال خصصه ملك المغرب للنخبة الوطنية التي مثلت قطر في 2022 كان استقبال جيد، بتوشيح اللاعبين بالأوسمة مع أمهاتهم شيء رائع يحسب له. وبدينا في واحد الشغل وفق أساليب علمية. دابا كنشوفوا على أن مثلا في ليزاكاديمي مهم الفيديو فيزيوناج، مثلا دابا اللاعب واخا كتكونوا ولكن كتجي توريه انه راه دار اخطاء تيقول لك انا ما درتش. الفيفا المافيا المسيطره والمهيمنه على كاس العالم حرمت المغاربه من حقهم في اللعب في المباراه النهائيه التي كانوا يستحقونها عن جداره واستحقاق. كيفاش اتليت المورفولوجي ديالو؟ المورفولوجي صافي دير انفستيسمون ديال سنوات ماشي سنوات. هناك من يقول ان فوز الارجنتين كان مخطط له والفيفا لن تسمح بفوز فرنسا. واحد القيمه مضافه لانه دابا عندهم بريباري لا او نيفو فيزيك لا تيك. انا كنت متاكد ان الارجنتين ستفوز جميع لي سيستيم دو جو. نعم نبقى في نفس النقاش و نرجعوا شي شويه اخرى. الميساج باقي كيجيوك، ما عرفتش شنو الناس شنو الرسائل الناس كيقولوا لك شنو بزاف الناس كيتواصلوا معنا تواصل الحال فرحانين. شارك معنا الناس الفرحه، ما كاين حتى شي مشكل، حنا اليوم فرحانين كامل المغاربه كلشي اليوم فرحان. انا نقيد فقط، لست خبير في الكره لكن لي الحق ان انتقد. عجبك كلامي مرحبا، ما عجبك كلامي قول رايك في التعليق مو مشكله، موضوع ليس شخصي. هذه كره القدم، ننتقد ونعبر كل حسب ما يراه. تقريبا 45 دقيقة من هذا المكان، إلا أن الجماهير المغربية يجب أن نعرف أن هذه الكرة هي مثل صناعة الأدوية، صناعة السيارات، صناعة الأسلحة، صناعة السيارات، كلها مافيات، كلها مافيات تتحكم في كل شيء، حتى رئيس الفيفا أصبح كرئيس دولة. أيضا للوقوف عند الطرق والسبل لمواصلة هذه الكرة الآن عبارة عن مافيا مسيطر عليها. والفيفا تديرها في جميع أنحاء العالم، والكورة إخواني قاعدة تدخل الخيش تاع الفلوس من التذاكر، من 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 التذاكر، حتى اللعبة، حتى اللعبة من تبيعوهم بالملايير، الملايير اللعبة تدي الفيفا تدي حقها في بيع اللاعب، حتى البيع ديال التوني ديال اللعاب وعليه سميتو رقم 10 راه تتباع، النادي تبيع ملايير. تخيل يبيع 100 مليون توني، كل توني تبيعو 10000 ريال 500 درهم، تخيل الفلوس 100 توني 150 مليون توني، تونيات تدخل فلوس ومجانين. هذه صناعه، الكره صارت صناعه. اللاعبين انطلقوا من البطوله، حتى الفريق ملي تكون تيدرب في اوروبا في الملعب ديالو تيدخلوا بالفلوس باش يتفرجوا في الفريق في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه، فلوس تيدخلوا فلوس كثيره، تامين كاين، الرعايه كاين، شركات، حتى شركات ترعى الكره، تامينات، مافيا مافيا مافيا. رئيس الفيفا في مقام رئيس دولة، رئيس دولة وحش. شفت الموضوع فين وصل؟ كعناصر المنتخب الوطني قبل كانت الكرة زوينة، قبل كان تتلهي الشعوب وكل شيء منها، وديك الكرة سياسة كانت فعلا، كانت فعلا، لكن دابا الكرة صارت صناعة إلى إمبراطورية. الكرة في العالم صارت إمبراطورية تدير مليارات دولارات سنويا، دوريات، حقوق النقل، حقوق البث، وشركة بوما، وشركة اديداس، وشركة نايك، وشركة سيارات، شركة يعني انا لو بغيت نقول لهم الكرة حرام حيدوها راه يقتلوني، انا قتلوني قتلوني على طول. في المهجر هو اللي كيعطي هذه التشكيلة وهذا التوليفة الرائعة اللي كتعطينا المنتخب الوطني، فقط غير خاص الربان ديال السفينة انه يكون على دراية بجميع هذا. وشنو اللي خاص يكون من مورا الصناعة؟ استمرار الفلوس، استمرار الفلوس وتتحكموا فيها. اي حاجه تخرب، اي حاجه تخربت الصناعه هذه والفلوس والمداخل يحيدوها، يحيدوها من قدامهم ويشوفوا حل اخر. اذا وجدت الفيفا ان هذه الامبراطوريه كاين شي حاجه تتشوش عليها، تتخفض لها الايرادات ديالها، غادي يغيروا السياسه ديالهم ويحطوا حلول بديله. ومن بين الاشياء اللي تتخفض الايرادات شنو هي في رايك؟ هي تكرار فوز نفس الفريق، ملي تبقى نفس الفريق تيفوز تيفوز تيفوز، هذا تخفض الايرادات ديال الفيفا. كاس العالم تتبسل، تتخيب، تتولي ممله، تتحماض، تتحماض، تبقى نفس الفريق تيفوز تتولي حامضه باسله.
بالعكس كأس العالم كل عام كل دورة تكون فيها إثارة وفيها تغيير. مثلا في 1958 فازت البرازيل بكأس العالم، والنسخة 62 أيضا فازت البرازيل بكأس العالم، منتخب عجيب في سقراط وفي لهابة وهوش. هنا الجماهير بدأت تقول هذه البرازيل تربح كأس العالم خلاص هي نجمة. إذا صافي 66 فازت أنجلترا، مرة ثالثة سنة 70 فازت البرازيل. شنو وقع في سنة 70؟ وقع ملل، بدأت الناس تتمل الكرة خلاص يا خويا البرازيل ديما كل سنة رابحة. الكرة بدأت تتحماض، بدأت تتبسال، بدأت ما بقاوش عندها عشاق، ما بقاش عندها جمهور. الفيفا أحست أن ومافيا الكرة أن كأس العالم غادي تولي بطولة عادية، يعني البرازيل فايزة ولا الأرجنتين ولا البرازيل بطولة مملة صافي. هنا بداو تيخسروا الفلوس، بدأت قربت تفلس. هنا قالوا خصنا نطوروا من السياسة ديالنا، وبدات تدخل في النتائج. علاش تدخل في النتائج؟ ماشي دور المجموعات، حتى دور الثمانية ودور 16 ودور الربع. منين يحسوا بأن البرازيل بدات تفوز يقولوا لا ستوب صافي، تدخل باش البرازيل تخسر أي فرقة قوية. مثلا خصنا فريق جديد نديروا الإثارة، مخصناش الملل، خصنا نديروا الإثارة وتزيد الجماهير تزيد. إذا خرج البرازيل من الدور 16 غادي تكون إثارة. فهنا مثلا مثلا نيجيريا طلعت فيها هذا شيء عجيب، إسبانيا طلعت هذا شيء عجيب، برتغال طلعت هذا شيء عجيب. في أوروبا كان دوريات التي كالبقرة التي تحلب ذهبا، دوريات في أوروبا كالبقرة التي تحلب ذهبا، الدوري الإيطالي شامبيونز ليج أوروبا برشلونة ريال مدريد، الدوري الإنجليزي الدوري الألماني، هالدوريات كتدخل ملايير. الدوري البرازيلي الدوري الأرجنتيني، هالدول كتدخل فلوس، هالدول هي القمة، فيها الجماهير بملايين ملاعب 14 تدخل فلوس. هنا خاص الفيفا تهتم بهالدول هادي، خاصها تهتم بهالدول اللي تدخل فلوس على ملاعب بثلاث بطواسيطاج وعندها جماهير بالآلاف مئة ألف متفرج. هنا الفيفا خاصها تهتم، شنو تعتمد بالدوريات مع احترامي للدول العربية؟ بطيخ. لا خاصة الدول المتقدمة تدخل فلوس في الكورة، ترضيها مرة مرة وتاخذ منها مرة مرة وتعطيها مرة مرة ويديروا النوبة مرة مرة وترضيهم مرة مرة. هذا الثالث هذا الثاني هذا ديال الكاس هذا الثاني انت الثالث هذا العام الرابع، والكبار تيلعبون من اجل المليارات المليارات. الدليل هو من مين فازت البرازيل سنة 70، قالوا خلوا المانيا تفوز، او ثاني المانيا في 78، أرجنتين بعدها دخلت إيطاليا سنة 82 مرة ثانية، في ثانية رجعت الأرجنتين في 86. وفعلا الأرجنتين لعبت في 86 مزيان، ولكن شنو السر؟ هو مارادونا. مارادونا غادي يدخل لهم الفلوس، جماهير، إثارة، ملايين تتابع هذه اللعبة تاع مارادونا. خليه يربح يمشي للفينال ويبقى ديما الجمهور تابعنا. ايش عرفتي؟ عرفتوا بأن المافيا الفيفا مافيا عصابة كمافيا صناعة الأدوية نفس الشيء، هي مافيا صناعة الكرة، الكرة صارت صناعة يا ناس. إثارة خصها تكون في الكرة مش تكون الفلوس. في 82 دخل واحد الفريق البرازيلي كينوار، كان عنده واحد اللاعب عجيب. دخلت اليوتيوب ودرتي منتخب البرازيل 82 منتخب ساحر، منتخب خارق. من اول يوم قالوا هذا المنتخب البرازيلي هو اللي فايز، لعيبه ليسوا طبيعيين. وحتى اللي تاكدت في الماتشات ديالو مع ايطاليا في الفينال، يعني كان اللاعب قدام المرمى ما كانش ماركي، وخلاو ايطاليا تلكس تفوز البرازيل كل عام. لا يكون هذاك الشيء حامض وباسل والبطوله غتبسل، وايطاليا تلكس عام 1982. بعدين دخلت الأرجنتين، بعدين دخلوا ألمانيا عند الكاس، خلاها وعطوا 20 سنة. عاد قالوا أوكي أجي البرازيل، أجي البرازيل، ثم لعبة مشهورة أجي البرازيل خودي البرازيل خدت الكاس. جات 98 دخلوا فرنسا، لأن الدوري الفرنسي بدأت يتحرك،
بلا يزغل بلا يشعلل بلا يدخل الفلوس. باريس سان جيرمان سان تيتيان فرقي كبرات والكره كبرات. خلو فرنسا تضيف كاس العالم في 98 بعدين رجعوا عاوتاني دخلوا في اسبانيا في 2010 لان الدوري الاسباني دخل فلوس بزاف. الدوري الاسباني دخل فلوس بزاف. تدخل ويكيبيديا ديال كاس العالم تلقى الدول الاوروبيه تتناوب على الكاس مره من امريكا اللاتينيه ومره من اوروبا اللي استفيها تنوع ولكن لا تخرج عن النطاق الكبار. الدوري الاسباني الدوري الارجنتيني الدوري البرازيلي الدوري الالماني وتوصلوا الكيكه وبعديتهم لان تتاكل من الفلوس. المانيا بلوتشين بارتشين تشانشيك لاعب باخو بزاف. كاين واحد الفيديو ديال ابراهيموفيتش تقريبا تاكد نفس الكلام اللي تنقول انا وتنظن تقول نفس الكلام تقريبا اللي غنقول انا. هو انا نحط لكم الفيديو وتشوفوا فيديو مترجم نفس الكلام. قال النهايه وصول المنتخب المغربي حرمه من النهايه ليس بمفاجاه بل مخطط. What I think about Morocco, I don't think it's a surprise because I knew they were good before the World Cup. Then obviously in World Cup everything can happen. So, but that they reached the semi-final, maybe a little surprise, but remember it's a good team, it's a good nation, and these surprises I think the people like, they enjoy because they want these things to happen, so they get some kind of extra adrenaline because when the favorite always wins, it's like the countries where you play the local championship. Always the favorite wins, blah blah blah. But when a surprise team wins, it's something different. So let's see if they can reach that.